Dad, I can't do anything anymore. There's no house, there's no water, there's no food, there's nothing. Am I going crazy? I don't know. I may be going crazy. I don't know. I don't know anymore. Please. Oh my God. We're pleading. We're pleading and we're pleading. Stop this. I'm not mature yet. I'm a child. I'm a child, for God's sake. I'm a child. I said, Allah, Ya Allah, Ya Rab, wake up. Where is the Arab Lord? Where is the Islamic Lord? Where are the people? Oh, we're crying and we're crying. We don't know what's going to happen anymore. How am I going to live knowing that my brother's going to be a martyr soon? How am I going to live thinking that my brother could die before me when he's younger than me? I don't want that to happen. I don't want to be a martyr because of the bombing. I want my family to know I've been killed. I want them to see that I was killed. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها. لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها، وحنأدبها مرة تانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا، حتكون تاني وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل ونحارب. لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن، نعم احنا مستعدين. معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج، لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهم، لا يهم، لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا، قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط بسيط لا يؤثر علينا، لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة إلى اليوم. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير، حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. حركة قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح. ثم يقولون نحن قاومنا